يا الأخرى نرجعوا لعبد العزيز مباشرة. أعمال فنية كثيرة خرجتيها عزيز ولاد الحلوي كتعلق بألبومات غنائية، بغيتي تنساي وبغيتي تنساي أول ألبوم خرجتي ياك؟ أول ألبوم، ثاني ألبوم بعد ما شفت عينية، ثالث ألبوم تعاريض شعبية، رابع ألبوم قولي علاش، وفيديو كليب الأول عن المدينة الجديدة بعنوان جديدة الباهية من كلمات ديالك، أغنية كليب أخرى بعنوان الصحراء المغربية اللي تبدات على واحد مجموعة القنوات الفضائية، وكانت تجربة أن مطرب شعبي يدوز في هذه التجربة، وكانت هذه المجموعة من المجموعات اللي كتشتغل على الأغنية الشعبية التراثية.